النزيهة والسفيرة والبناء. روسيا إفريقيا تربطها عرى الصداقة الوطيدة تقليديا، والعلاقات المتبادلة نفع الوثيقة التي وضع أساسها في أواسط القرن الماضي في سنوات نضال شعوب القارة الإفريقية من أجل الحرية. وعلى مدى عقود قدمت أو قدمنا مساعدة ثابتة في مواجهة صعبة بين بلدان إفريقيا والنير الاستعماري. للأسف بعض مظاهر الاستعمار ما زالت موجودة حتى الآن، وتستغلها الدول الاستعمارية السابقة بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والإعلامية والإنسانية. روسيا تتذكر وتكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا، منهم باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكواما نكروما وسامورا ماشل وليوبولد سنغور وكينيت كاوندا وجوليوس نيريري. ونحن ما زلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين. فبالاستناد إلى مبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن طريق مستقل للتنمية، وفي حالات كثيرة بثمن حياتهم. إن هذه المثل للحرية والاستقلال والسيادة مهمة جدا الآن في الظروف الصعبة الأخيرة للهزات الدولية، عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب وعهد زعامة دولة أو مجموعة من الدول فتذهب إلى الماضي بدون مقاومة أولئك الذين تعودوا على سيطرتهم على شؤون دولية. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن القمة الثانية روسيا إفريقيا تجري تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الإفريقي، بل وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وتوطيد سيادة الدول الإفريقية. روسيا ودول إفريقية تدعو وتقف معا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي.